تكلفة كبيرة غير مدرجة في الميزانية تدفعها الولايات المتحدة في البحر الأحمر بفعل عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تؤثر بشكل ملحوظ على المطامع الصهيوأمريكية في المنطقة. موقع المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث أكد أن تكلفة الصواريخ الدفاعية التي أطلقتها سفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر أدت إلى نفقات غير مدرجة في الميزانية الأمريكية قيمتها مليار دولار. الموقع قال إن كبار مسؤولي البنتاغون أشاروا إلى أن القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر شغلت قدراتها الدفاعية ضد ما يقرب من 100 هجوم يمني، مضيفة أن هذه الصواريخ تشمل مجموعة متنوعة من المسيرات والصواريخ. وخلص المجلس الأطلسي الأمريكي إلى اعتبار أن التكلفة غير المدرجة في الميزانية للصواريخ التي تطلقها البحرية الأمريكية تثبت قدرة اليمنيين على استنزاف مخزون الجيش الأمريكي من صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى والمكلفة. وكانت صحيفة The Financial Express الهندية أكدت أن القوات اليمنية أصبحت تشكل خطراً متصاعداً على ما أسمته مصالح الولايات المتحدة والعدو الصهيوني، نظراً لما تمتلكه من قدرات استخباراتية وعسكرية متطورة، معتبرة أن قدرات الحرب السبرانية اليمنية تدق ناقوس الخطر. أما اقتصادياً فقد أشارت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية إلى الزيادة المستمرة في أسعار التأمين على السيارات في كيان العدو بسبب نقص قطع غيار السيارات نتيجة الحصار البحري والهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو، ما بات ينعكس في الأراضي المحتلة زيادة في معدل سرقات السيارات وفقاً للصحيفة. Thank you.